بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات في التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اللقاء رقم 27 في مادة اتجاهات حديثة في إدارة الأعمال دار 444، قطار الحلقات. خدنا وأوشكنا كده على النهاية هذا اللقاء ولقاءات ثلاثة باقية بإذن الله، يبقى 4 لقاءات هنتحدث عن موضوع مهم جدا وهندرك مدى أهميته وإحنا بنعرضه، وهو موضوع الإدارة بالتجوال. الإدارة بالتجوال عكس الإدارة من خلال المكاتب والأوراق والتقارير والمستندات. إدارة بالتجوال هي إدارة ميدانية، يخرج المدير من مكتبه وينزل إلى أرض الواقع، مش كل يوم وكل ساعة، ولكن على الأقل 50% من وقته لازم يكون متفاعل مع العاملين، متفاعل مع العملاء، لا يكتفي بأنه يطمن على أداء المنظمة من خلال التقارير التي ترفع له، والتي قد تكون تقارير يعني مزيفة ومتزخرفة، وهو قاعد في مكتبه لا يدري شيء ولا يعلم شيء. موضوع الإدارة بالتجوال، كلنا نعلم أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالجلوس في المسجد والاستماع إلى شكاوى الناس، بل كان يخرج عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه إلى الأسواق ويتفقد أحوال الناس. ودي فكرة الإدارة بالتجوال. وقد صار على نفس النهج الخلفاء الراشدين من بعده، وكلنا نعلم العديد من الروايات للخلفاء الراشدين عن طريق معايشتهم للناس ووقوفهم على مشاكلهم والتصدي لها. فالإدارة بالتجوال ليست إن المدير يقعد في المكتب، ولكن ينزل إلى أرض الواقع ويشاهد بنفسه. ايه اللي خلى كتير من المديرين يقعد النهارده في مكتبه؟ عارفين ان النهارده في تقدم في وسائل الاتصالات، يعني قبل عده سنوات لم يكن الجوال موجود، والتليفون الارضي ما كانش بيغطي كل المناطق، فالجوال موجود فبتصل بالجوال، وممكن كمان يشاهد بالصوت والصوره، بس كل ذلك لن يغني عن وجود الشخص بنفسه كده في موقع العمل. لذلك فالإدارة بالتجوال ليست معناها ان سعادتك مدير كل دورك انك تذهب الى مكتبك في الصباح وتعود الى بيتك في بعد الظهر او العصر، متابعاً للعمل من خلال التقارير والأوراق اللي بتترفع لك، مش كفاية. نزولك على أرض الواقع له معنى ومغزى آخر. الشركات المتقدمة النهاردة بتتبع مبدأ الإدارة بالتجوال، يعني المدير ينزل كده يتجول ويمر بنفسه من وقت للتاني. ونحن في مؤسساتنا ما أحوج، إحنا في المملكة ما أحوج إن إحنا يبقى عندنا مديرين بيشتغلوا بالتجوال. يعني أنا ما أحبش إن أنا أشوف مدير عندنا في المملكة يجلس في مكتبه وسكرتير وأوراق وتقارير بتديله، ولكني يعني أتعشم في إن المديرين عندنا لازم جزء
من وقته او من ينيب عنه، مش لازم هو ينزل بنفسه، او من ينيب عنه في بعض الاحيان ينزل لمواقع العمل ويشاهد على الطبيعة. عاوزك تتخيل لما يقول لك مثلا الوزير جاي يزورنا بكرة، عارف يعني ايه الوزير جاي يزورنا بكرة؟ عارف دي معناها ايه؟ معناها الطريق بترصف، والتكييف بتصلح، والمباني بتدهن، والزهور بتتزرع. مش ناقص فلوس والله، مش ناقص فلوس. يعني المنظمات اللي مش بتعمل الحاجات دي، مش هقول انها منظمات فقير، الفلوس موجودة، ولكن مفيش روح. فلما يكون بقى الشخص المسؤول هينزل، الروح بتتوجد، وبعدين بتبقى فرصة جميلة قوي ان الموظف يشوف الوزير ويشوف رئيسه ويشوف المدير العام. لكن مثلا يعني لما تجد ان طالب يدرس في جامعة، يدرس في الجامعة 4 سنين ما غابش ولا محاضرة، ويخلص الجامعة دون أن يشاهد عميد الكلية أو دون أن يشاهد مدير الجامعة ويتخرج، طب ده كلام؟ عضو هيئة تدريس يعمل في الجامعة 5 سنين ولا 6 سنين لا يعرف شخص مدير الجامعة، برضو ده كلام؟ لازم مدير الجامعة في أي جامعة عندنا في المملكة، لازم مدير الجامعة ينزل النهاردة يزور كلية ويعدي يوم، واليوم اللي بعده يزور كلية تانية، ويلتقي بالعميد وبالوكلة، ويلتقي ببعض الطلاب أو بالطلاب في القاعات اللي هي قاعة المحاضرات العامة، ويلتقي بأعضاء هيئة التدريس. عارف حتى لو هيلتقي من غير، يعني مفيش خطة ولا موضوع هيتم الحديث فيه، ده ممكن يلتقي علشان يزرع الروح ويقول لهم يعني أنا سعيد إن أنا قاعد معاكم، وأنا سعيد إن إحنا جايبين عندنا في الجامعة أحسن أساتذة. كل مدير جامعة يقول كده للأساتذة اللي عنده، إحنا عندنا أحسن أساتذة، والجامعة دي يعني قائمة على أكتافكم، وأنا متعشم إن الجامعة دي تبقى نمبر وان بوجودكم. وبعدين أقول للطلاب إحنا عندنا أحسن طلاب، ده اللي يختار جامعة كذا يبقى طالب متميز. مجرد إن مدير الجامعة بيجي، برضه الجداول هتتنظم، المشاكل هتختفي، كل حاجة هتتعامل صح عشان المسؤول جاي. المسؤول جاي. فالإدارة بالتجوال هي اختصار للمسافة الجغرافية، اختصار للمسافة الجغرافية، بدل ما نقول مثلا ل 10,000 طالب روحوا شوفوا المدير، شوفوا مدير الجامعة، المدير هو اللي يجي لهم، اختصر مسافة جغرافية. بدل ما نقول اللي عاوز يشوف الوزير يروح الوزارة، لا الوزير هو اللي يجي والناس تشوفه على الطبيعة، اختصار لمسافات جغرافية، واختصار كمان لمسافات زمنية. فكأن الإدارة بالتجوال بتختصر مسافة جغرافية ومسافة زمنية. مسافة زمنية من ناحية إيه؟ بدل ما انتظر لما يجي لي تقرير عن الأداء أنا أنزل أشوف بنفسي، وبعدين التقرير يجي براحته. طيب لو في طريق بيترصف، في شركة بترصف طريق، أنا هنتظر يجي لي تقرير إن اتعمل النهاردة 5 كيلو والمواصفات كذا. طب ايه رأيك لو الشخص المسؤول ركب سيارته او سيارة العمل ونزل على الطبيعة يشوف بنفسه الرصف وصل لغاية فين ومطابق للمواصفات ولا لا؟ ده مجرد ان الشركة اللي بترصف تعلم ان الشخص المسؤول رايح يزور الموقع، احسن منطقة تترصف في الطريق هي المنطقة دي. ليه؟ الشخص المسؤول جاي، وإلا مش هندفع فلوس للشركة اللي بترصف لمخالفتها للمواصفات. وإذا كان هناك
بعض المهندسين المتلاعبين بيتلاعبهم، يعني بياخدوا فلوس من الشركة عشان تعمل حاجة لا تضع الشغل الكامل، يعني يقسموا سوا. الشخص المسؤول لما ينزل هيختفي الكلام، هيختفي الرشوة، وهيختفي الفساد، وهيختفي ضعف العمل، وهتزيد الروح المعنوية ويزيد الأداء. كفاية كده لما بينزل الوزير في أحد المناطق ويقوم كده الناس اللي هم الموظفين ياخدوا صورة كده سيلفي كده مع الإيه، مع الشخص المسؤول، ويا سلام. وكل ما تنظر بقى للصورة وإنك متصور مع الوزير ومع الأمير ومع الناس كده من علية القوم وكبار القادة الموجودين في المجتمع، ده يعني إيه، بيضعك في موقف مسؤولية، وتقول لأولادك كده شوفوا أنا واخد صورة مع مين، تحس كده إنك إيه، إنك كبير. نفسي كده أشوف الناس الكبار المسؤولين عندنا في المملكة، أشوفهم كده في الجوازات، وأشوفهم في المرور، وأشوفهم في الجامعات، وأشوفهم كده في مختلف الأماكن. مجرد إن هم هيتواجدوا، مجرد إن الأداء هيرتقي، مجرد إن الأخطاء هتختفي، مجرد إن النواحي الجمالية هتظهر. وهذه الفكرة الأساسية للإدارة بالتجوان، بدل ما فيه كده نوع نمطي من الأداء، هيبقى فيه حركة كده ونشاط وشغل وروح وحياة. بس ما تكونش بقى زيارة يعني واحدة وخلاص وانتهت، لا، أنا عاوز زيارات مستمرة ومتكررة، مرة الوزير، ومرة وكيل الوزارة، ومرة مدير الجامعة، ومرة وكيل الجامعة، ومرة كده يطلع مثلا مدير عام المرور، مرة يروح كده لمرور الشمال، ومرة يروح لمرور الجنوب، ومرة يروح هنا الوحدة، ومرة يروح فحص السيارات. مجرد ان هو بيروح، كتير من الامور بتتظبط، وكتور وكتير من المشاكل بتختفي. حتى كمان المواطن نفسه، المواطن لما بيعرف، مش الموظف بس، المواطن نفسه ما بيعرف ان الوزير جاي، ده بيزود يعني، بيقول اه والله احنا عندنا ناس مسؤولين صاحيين وفايقين وقلبهم على البلد، وعاوزين ان احنا يبقى ايه، كل حاجة ماشية صح. آن الأوان لخروج المديرين. انا عارف المديرين والناس الكبار المسؤولين وقتهم ضيق، لكن لازم ينجحوا في تنظيم وقتهم، ويضعون يدرجون في جدول أعمالهم أوقات مخصصة للزيارة، لزيارة أماكن العمل، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، عشان العمل يمشي صح. الإدارة بالتجوال مهمة للمدير، ومهمة للعاملين، ومهمة للمنظمة كمان، يعني المدير والمنظمة والموظفين. طب أهمية الإدارة بالتجوال، أهميتها إيه للمدير؟ أهميتها إيه للمدير؟ المدير يعرف ما يدور في مواقع العمل، مش من الورق، لا، من خلال التواجد، وموجود. بتنكسر الحواجز بين المدير والعاملين، يمكن في عامل في نفسه حاجة يقولها، فلما بيكون موجود هناك المدير، ما بيتواجد في وسط العاملين، تتكسر الحواجز وبتتقرب المسافات، بيبقى في نوع من التواصل والحميمية والحب. كفاية بقول لحضراتكم ان ايه، ان الموظفين ياخدوا صور كده مع الشخص المسؤول وهو عندهم. كمان المدير يسمع الشكوى بنفسه، وبالتالي يختفي الوسطاء، لان النقل عن ناقل يعرض حاجة للخطأ كده يعني. يعني الموظف إذا عمل شكوى للمدير العام، إداها للمدير، يوصلها للمدير العام، يمكن توصل أو ما توصلش، أو تتأخر أو تتحرف. إحنا عاوزين نوع من الاتصال المباشر. طب أهميتها إيه للعاملين؟ أهمية الإدارة بالتجوال للعاملين. العامل زي ما بقول لحضراتكم، يمكن أول مرة هيشوف الشخص المسؤول، هيتكلم على طول معاه بصراحة. إذا كان حاجة في نفسه مضايقاه هيقولها، وبالتالي يقوم العامل يشعر بالراحة والاطمئنان. وبعدين يمكن متخوف من حاجة،
في مثلا عمليات تغيير خايف لا يتم الاستغناء عنه، يقوم يتكلم مع المدير الكبير، المدير الكبير يقول له لا والله ما في استغناء، يقوم يديله امان واطمئنان، القلق يمشي والاحباط يمشي والضيق يمشي، يقوم الموظف يشتغل بجد وباجتهاد. كمان بيبقى فرصة للعامل اذا كان له مطلب معين او مصدمة معينة يعرضها على المدير، فدي اهميتها للعاملين. طب اهميتها ايه بقى بالنسبة للمنظمة؟ لما يطلع كده المدير المتجول يزور كده الاماكن، اظن هيعرف اماكن الضعف، هيعرف المناطق اللي فيها مشاكل، المناطق اللي فيها ضعف، المناطق اللي فيها اختناقات، ايه الحاجات اللي المؤثرة سلبا على الاداء، مين الاشخاص المتميزين، هل في ولاء وانتماء للمنظمة ولا لا، العمل ماشي كده مظبوط ولا لا، فين جداول العمل، فين الخطط، فين الحضور، فين الانصراف. ده انت يمكن تعمل يا اخي زيارة واحدة لمكان تجد نص الموظفين مش روحوا. ليه؟ هما عارفين ان مفيش حد بيروح يسأل عليهم، فمجرد بس ما الامور بتهدى ويخلصوا العمل اللي عندهم يقول لك هنقعد ليه؟ هوب يوم ايه؟ يوم ماشيين مروحين. رغم ان يجب الموظف يتواجد حتى لو مفيش عمل يتواجد لحين انتهاء دوام العمل الرسمي. مجرد ان الموظف هيعرف ان المدير ممكن يطب عليه في اي وقت هيقوم ايه؟ يتواجد في مكان العمل ويكون مهيأ كمان. فدي مهمة جدا للمنظمة اللي هي الإدارة بالتجوال. المدير المتجول ما اجيبش بقى أي واحد، يعني اجيب واحد سمعته وحشة ويقطع هو مدير متجول، يروح يجد ضعف يعملوا له عزومة ويدوا له هدايا ويمشي من عندهم يقول لهم انتوا أحسن ناس؟ لا، أنا عاوز مدير متجول. المدير المتجول ينبغي توافر فيه صفات معينة، المدير المتجول ده لازم يكون صفحة بيضة. المدير المتجول لازم يكون عنده عدالة، صفات منها كده العدالة والاستقامة. إيه العدالة؟ المدير المتجول قاضي فلا يجامل ولا ينحاز، سريع في الإثابة مطروي في العقاب، هذا هو المدير المتجول. سريع في الإثابة، ناس عملت ادي مكافأة، في عقاب اتروى شوية اشوف ايه السبب. لا يتهاون بقى مع الفاسد والظالم. عارف لو في مثلا واحد اداؤه منخفض شوية ماشي اداؤه منخفض نعمل له تدريب، لكن في واحد بياخد رشوة لا ده حاجة تانية بقى، واحد عمال بيعين قرايبه اللي هم أقل كفاءة ويترك ناس تانيين أعلى كفاءة، لا ده أمر مختلف. المدير المتجول ده مدير عادل حقاني، يعرف الحق والعدل، يكره الظلم. المدير المتجول كمان عنده استقامة، مستقيم، مستقيم ماشي على الطريق المستقيم مش منحرف، ما فيش حاجة تلوث سمعته، لا يرتكب هفوات ولا أخطاء ولا في حد ماسك عليه زلة. ما هو أنت لو عامل خطأ اللي بيته من إزاز، اللي بيته من إزاز ما يقدرش يرمي الآخرين بالحجر، اللي بيته من إزاز. يعني واحد عنده أخطاء ازاي هيروح يتكلم مع الموظفين ومع العاملين عن اخطائهم؟ مدير بيرتشد ازاي يحاسب الموظف اللي بيتقاضى رشوه؟ مدير بيزور في الحسابات وفي الارقام ازاي يعالج مساله التزوير عند الموظفين؟ المدير المتجول لازم يكون من الناس المستقيمه، مفيش عنده زله ولا اخطاء سابقه، لان ممكن واحد ينبش وراه ويطلع له الأخطاء دي تقوم تفشل مهمته وتفشل رحلته، وبدل ما تحقق نتائج إيجابية يقوم يترتب عليها آثار سلبية، يعني يتعرض لابتزاز.
لان عنده اخطاء. لو واحد عنده موقف، يعني موقف مش كويس، او واحد صوره في وضع مش كويس، يستطيع ان هو ايه يبتزه، يعمل عملية ابتزاز. وفي مواقع كتير في الانترنت حاليا بتعمل الكلام الفاضي ده، يعملوا ابتزاز لبعض الافراد. ما هو انت لو ماشي كويس، المثل يقول لك ايه، امشي امشي مستقيم، امشي عدل يحتار عدوك فيك. فمطلوب ان المدير المتجول، المدير اللي هو هيبقى له جولات ميدانية وتفتيش، يكون كده مستقيم عدل، عشان تؤتي جولة اللي بيقوم بيها تؤتي ثمارها، ما يبقاش عنده نقاط ضعف ولا حد ماسك عليه زلة. كمان النزاهة، المدير المتجول نزيه، ومعنى النزاهة انك محايد، ومفيش حد يقدر ان هو يتحكم فيك ولا يمشي كلامه عليك، لانك مش بتجامل حد على حساب حد، ولا تستجيب لاي ضغوط. برضو المدير المتجول عنده صبر وشجاعة وحب، حب كده، يعني ايه، اظهار حب كده للناس، للموظفين، خايف عليهم وخايف كده على حقوقهم. مسألة الحب دي، ان انت مش بتحب الموظفين بس، ده انت كمان بتظهر حبك للمنظمة، ده انت كمان بتظهر حبك لبلدك، لوطنك. يعني الحب، انا مش بحبكم بس، بحبكم كموظفين، ده انا بحبكم وبحب اللي يحبكم. يبقى بحب الموظفين وبحب المنظمة وبفتخر ان انا بشتغل في المنظمة دي، وبحب المملكة وبفتخر ان انا بنتمي للمملكة ولتراب المملكة. يبقى هو ده الحب الذي ينبغي ان يظهره المدير المتجول. طبعا لو ساد الحب، ما هو الحب ده شعور بينتقل من المحب الى المحبوب. فاذا ساد الحب في داخل احد الادارات او في داخل احدى المنظمات، لما يسيد الحب هيترتب عليه ايه؟ العطاء بلا حدود، والولاء والانتماء للمنظمة، والعمل على رفعتها وتخلصها من سلبياتها. وهذه هي خصائص المدير المتجول، وهي خصائص على فكرة كلها، ما هيش خصائص يعني من الواحد مولود به، هي خصائص مكتسبة، يستطيع الإنسان أن يدرب نفسه عليه، يبقى مستقيم ويبقى كده حقاني ونزيه وعادل وحبوب. هذه الصفات التي ينبغي توافرها في القائد المتجول. بينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء بإذن الله في اللقاء رقم 28. أستودعكم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.